الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب تحتجوا اليوم في مراكش ضد استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة، ومن أجل المطالبة بتخليق الحياة العامة. هذه الوقفة أيضا هي مناسبة لإطارة انتباه المسؤولين القضائيين وفي مقدمتهم الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل التدخل والتحرك الحازم من أجل مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم وعقل ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات حازمة وقوية إسوة بالوكيل العام للملك بالدار البيضاء والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. إذا اليوم الرأي العام ينتظر من الوكيل العام ومن السلطة القضائية أن تتحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة وتجسيد دورها الدستوري في هذا الجانب، وأيضا من أجل اتخاذ إجراءات قوية وحازمة تتطلبها الظرفية الراهنة ويتطلع إليها الرأي العام الذي يتمنى أن يرى لصوص المال العام والمفسدين يحاكمون. الرأي العام يريد أن تكون سنة 2024 هي سنة محاكمة لصوص المال العام والمفسدين والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة وحجز ممتلكات المتورطين في هذه القضايا. الرأي العام ينتظر أيضا من الحكومة أن تقوم بدورها في هذا الجانب من خلال إخراج نصوص قانونية تقضي بتجريم الإطراء غير المشروع ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات وتوسيع صلاحيات مؤسسة الحكامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، وأيضا على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون. قررنا تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على ما تعرفه الملفات الفساد المعروضة على المحكمات الاستئناف في مراكش، وهي ملفات متعددة ومتنوعة والتي كلها تصب ضد المفسدين وضد نهب المال العام. وهذا التباطؤ، هذا التعطيل وهذا البطء الذي عرفت هذه الملفات استفاد منه الذين المتابعين، وناخذ امثله على ذلك. فملف كازينو السعدي طال يعني استغرق 17 سنه ولا زال في النقد، وان التماطل والتعطيل هناك تساؤل من وراء هذا التماطل والتعطيل، هل هناك جهات تحاول ما امكن تغطيه على هذا الشخص اللي كان متابع في كازينو السعدي واللي تم حكمت عليه محكمه الاستئناف بالسجن وبارجاع الاموال وبحجز ممتلكاته، فاذا به لم يعتقل ولم يرجع الاموال للجماعه والخزينه ولا زال يستفيد من هذا الفراغ القضائي، بل انه سبق ان ترشح في البرلمان وسبق لان كان برلمانيا وعضو جماعه. هذا ملف ناتي الى ملفات اخرى، كان ملف ديال رئيس جهه مراكش اسفي اللي كان سابقا كيتسمى بجهه مراكش الحوز، وهو عبد العالي دومو واللي هو كذلك متابع فيما يتعلق بنهب ماليات المجلس الجهوي، ومنذ 2015 وحنا ننتظر المحكمة تقوم بواجبها إلى 2023 عاد تحركت المحكمة، وهذا والآن هناك تماطل يعني إرجاع الملفات البحث يعني القيام بخبرة إلى غير ذلك. لا هو لا التوزاني رئيس بلدية أيتورير سابقا ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة والبرلمان، هذا كله ما تسبب هذه الملفات الفساد. ونحن كنحذر كنقول بأنه على المحكمة أن تقوم بدور الحد من الفساد ومحاربة الفساد ومتابعة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليط الحياة العامة. هذا هو اللي جعلنا غادي نكونوا نخرجوا من دائرة التخلف ومدرأة البؤس والفقر.